Vai. هنعدي بس نروح المدرسه، هنعدي المدرسه عايزين نشوف الخدمات الاول. نشوف الخدمات بس الاول. حاضر بس اديني خمس دقايق. انا عندي كتاب. اتفضل اتفضل. احنا معلقين بس نخلص اللي انتوا عايزينه. بس شوف الخدمات. نأمن ايضا لجنه العمل الفردي لغايه ما تظهر احمد. لما تظهر النتائج ليها ايجابيات وسلبيات. مايك النيل يا جماعه. مايك النيل انزل. مايك النيل راجع الخدمات والصدمات المامور ده الصرافه كميه المؤلفين. الناس سعيده جدا بحل الامن والسياسه اللي جايه للمجتمع. حضرتك شفناه في بلدان رمسيس والناس كانت شايفه هم مشوا من البلدان ومدام جميل جدا السياسه اللي قادمه. عايزك كمان كده مصر تكون استمرار صوت الطيب عشان حاطين الماي. ارفع من عندك. ارفع من عندك انت. طب بس اسمع حضرتك. اسمع مين؟ طب خش خش ايه بس كده. شبه يوميه مصمم مصطفى عشان بس احنا اخطر ما يقول ده ينزل في ايه. انا على معلومات داخل مجرد ما دخل سافر تحسين كده جاي وفقا للقانون. ما تنزل ايدك سنه امامك كده. الرصاص يطلق النار. انت مغطي وشك بس. صار مات. مانع مانع ضربه. وظبط كميه كبيره من الاسلحه. طمنا على الصحيح. نزل ايدك سنه امامك اللي بيصور. حضرتك تبقى احسن. اول يوم لحكومه الخارج من ناحيه عسكري مش عايزين يخلوه على قال له 10 سنين المباحث وهيقول
كلمة واحدة بس يا ريس. محمد جيل كلمة واحدة بس. كلمة واحدة من شعب مصر إن شاء الله. يا عم في إيه أنا هو جماعة بس عايزين نكلمه يا جماعة. جماعة في إيه عايزين نكلمه. أنا كلمة كلمة. إن شاء الله. التليفون ده على الاستقرار والأمن. هنأكد إن إحنا هنحسس ان شاء الله هتبقى على مستوى الجمهوريه وليس الجيزه بتتعامل مع الامان يا ريس عشان ناكد الاستقرار والامن عشان تدور عجله الانتاج ربنا يكرمها ما بقاش بقى فيها حاجات وقفاويه لان لو دارت عجله الانتاج والسياحه جت والاستثمار هيحقق الرخاء لكل ابناء الوطن.